بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني اليوم إن شاء الله سنتكلم شيء عن الكرامات. ماذا وجد المستغفرون؟ معنا قصة ستترويها علينا أختها أم رفيدة لأخت أخرى تسكن في كندا، ولها قصة جميلة وفيها كرامة من الكرامات، وأنا سأتكلم عن كرامات. نعم، ماذا وجدنا؟ كيف يربط الله على القلوب؟ هل هي الموضوع يعني كان عندي تعطيل في المال فجاء المال وانتهى الموضوع، أو كان عندي تعطيل في الزواج فتزوجت وأنجبت الأولاد والحياة طيبة؟ هل هيك فقط يعني؟ ما فيش، هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفيها؟ أليس لك من هذا الأمر شيء؟ ما فيش شيء بينك وبين الله؟ هو هذا الموضوع كليات بلي وعني لؤية حتى يصبح بينك وبين الله سر. قد تكون حافظ لكتاب الله وما فيش بينك وبين الله سر. قد تكون معلم في كلية الشريعة تعلم المعلمين، ما في بينك وبين الله سر. السر هو معرفة الله، استجابة الدعاء، كرامة بينك وبين الله، تعرف أن الله يراقبك يعطيك في عندك شيء جميل يخصك. وأنا سأتكلم عن شيء قد تكلمت عليه في الماضي وسأعيد الكلام عليه، لكن هنا إن شاء الله أختنا رفيدة تقص قصة أحد الأخوات. معنا قصص مع كرامة من كرامات. نعم، هذه الأمور تحدث، هذه الأمور لأولياء الله. احنا قلنا على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالتقوى تأتي بإذن الله تعالى من سورة البقرة بفضل الله، لأنه في سقطات لا تستطيع تركها. بدي أصلح، يعني هي الأخت أم رفيدة طبعا أدركت الخطأ وقالت لي، كتبت لي أنا سبق لسان قلت من صلى الفجر في جماعة فهو في معية الله. يعني هي قالت بسبق لسان انه من صلى الفجر في جماعة فهو في معية الله، لكنه هي التصليح من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. نعم، يعني من انه معية الله الى ذمة الله. فهي صلحت وانا اصلي عنها، لكن القصة ستخرج ب الكلام اللي فيه غلط في الحديث. يعني صلحنا الحديث إن شاء الله، نسمع قصتها ونستمر على الكرامات وعلى الفتح الرباني الذي. ولما قلت لك، أنا قلت لك في الماضي المطر مليون مرة أكبر من الفلوس، مليون مليار مرة، أن يحرك الله لك أنت السحاب في فصل الصيف في صحراء قاحلة، أنت غير معتاد أنه يمطر الله السماء في هذه الفصول فيمطرك الله، أو يمطر منطقتك أو بيتك أو حواليك. أتظن هذا شيء مش من باب الكرامات، مش من باب السر بينك وبين الله أن يحقق الله لك وعد؟ انتبه يا أخي الكريم. أنا ضربت مثل يوما ما عندما يعني وكاني صديق لي عنده دكان، وأنا كنت أذهب أشتري من عنده، لكن بطل يتواجد في الدكان، وظف موظفين في الدكان، وأنا لازلت أذهب إليه لكنه ما عاد يرى أني أنا أذهب إليه، يعني بطل يشوف أني أنا بشتري من عنده حبا به، بطل يشوفني لأنه ما شغل موظفين والموظفين ما بيعرفوني. ففترت العلاقة بيننا، فترت العلاقة بيننا، بطل مرحبا مرحبا كيف حالك يا ابو احمد، لانه بالاول كان يشوفني ويشوفني اني بشتري من عنده وبعامله، لكن اليوم بطل يشوفني، ما بيشوف اني انا بعامله، وانا لازلت مستمر لكن في فتور. ولله المثل الاعلى، الله بيعطيك بيعطيك وانت مش شايف، وترد الفضل لغير الله. الله بيعطيك بيعطيك وانت مش منتبه، خلص وكانه شيء طبيعي. انا بنزل على الشغل بجيب فلوس. نعم، في ناس تنزل على الشغل بتندان، ودين فوق دين وربا فوق دين وهموم وكروب أمور.
في عندي كمان قصة أخرى إن شاء الله سأقرأها على مسامعكم، ونسمع أختنا أم رفيدة ماذا تقول في قصتها التي فيها كرامة من الكرامات، وهذه سبحان الله قصة فيها كرامة أخرى، قصة من العراق مكتوبة، يعني وصلتني قصة مكتوبة بس للتوثيق، يعني يمكن تصور الشاشي بس أنا بدي أقرأها اختصار للوقت. عندي قصة عن الاستغفار، تعاني من ضعف النظر. أنا قلت لأمي إلزم الاستغفار وسورة البقرة، قالت عيوني لا يساعدونني أقرأ سورة البقرة، وعملت لها نظارة عيون، ولزمت الاستغفار ليل نهار. أنا اشتريت لها مسبحة، والله يا أستاذ أحمد، يا تكلم الأستاذ أحمد الغامدي المشرف على جروب الرجال، والله يا أستاذ أحمد، تقول صارت 3 أشهر من الالتزام والطاعات والاستغفار وسورة البقرة، تقول تركت النظارة وحتى نظري أصبح قوي حتى في الظلام، وأشوف الكتابة واضحة جدا. هذه ثمرة الاستغفار، الحمد لله رب العالمين. أنا من العراق، من متابعين أخي العزيز محمد إحجازي، وأمي لزمت الاستغفار وسورة البقرة بسبب قناة أخي محمد إحجازي. قلت تابعيه يا أمي إنه على خير وكلامه صحيح، أنا مجربته بالحرف، حدث عندي جزاك الله خير ونفع الله بكم الأمة، الحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، ونجعلنا شاكرين لنعمه، ونرد فضل الله علينا لله وليس لغير الله، فهذا كله من فضل الله علينا. نسمع قصة أختنا أم رفيدة في هذه الكرامة، وأنا سأتكلم عن كرامات إن شاء الله. أهم شيء يا أخي الكريم، لا تلتزق في الماضي، ابدأ في صفحة جديدة مع الله. مهما كانت ذنوبك، حط حد للذنوب، ابدأ صفحة جديدة. ما تستطيع أن تصلحه في الماضي اصلحه، لكن لا تجعله عثرة في وجهك، فهمت؟ لا تقول أنا ماضي ملان، لا، خلاص ابدأ صفحة جديدة، وإن شاء الله سيلهمك الله كيف تحل الماضي. هذه قصة أختنا من كندا، ترويها أختنا أم رفيدة، وفيها كرامة كبيرة جدا. نعم، أنا أصدق هذه الكرامات لأنه مرت علي أمور من هالشكل بفضل الله، وسمعت من هالشكل، ولكن حبينا ان كمان نصلح، انه يعني هي صلحت كلامها بالحديث الرسول الله، من صلى الفجر هو في جماعة او بغير جماعة، في صحيح مسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، فهو في ذمة الله، هي قالت هو في معية الله، تصليح بس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا في بلغوا عني ولو آية. إن شاء الله هذا التسجيل سيكون ربما إن شاء الله بإذن الله سوف ينشر عند أخونا محمد حجازي في القناة المركزية، وسنحاول بإذن الله أن ننشره كذلك في حمس المستغفرات. سبحان الله، من القصص التي أثرت فيها، يعني قصة جدا 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 مؤثرة، يعني العقل البشري لا أعتقد أن كل العقول ستستوعبها وستصدق هذه القصة، لكن للأمانة أنا وصلتني القصة، وإن شاء الله سأرويها كما وصلت. هذه أخت مستغفرة، هذه الأخت سبحان الله قصتها فيها تشابه عجيب مع الأخ محمد حجازي، لأنه حتى هي بدأت مشوار الاستغفار وسورة البقرة، وسبحان الله حلقت مع الاستغفار وسورة البقرة من 2015، فسبحان الله كأنه ووصلت هي كذلك من تلقاء نفسها إلى ما يفوق 30,000 فيما يخص الاستغفار، فروت لي يعني كرامات سبحان الله، وأنا عن نفسي مصدقتها الأخت، لأني تكلمت معها كذا مرة، يعني إحنا بنحكي مع بعض كثير، فمن بين ما روت لي أنها هي عايشة في بلاد الغرب، فبتقول لي في مخالفة بسيطة في المرور كانت مع ولديها، وهي تقول سبحان الله لما التزمت هي أولادها
تمر هاي السيارة. سنين ذكور في بلاد الغرب، يعني لك أن تتصور كيف يكون الأمر في تربيتهم، وخلينا نقول 70% منهم لا يمكن تربيتهم، لا يمكن إخراجهم من نمط العيش الغربي. فسبحان الله تقول أن سبحان الله اصطلح حال ولديها دون جهد منها، لم تبذل جهدا، يعني بيقوموا بتروح معاهم الصبح، يصلوا الصبح والفجر يعني في المسجد يوميا قيام ليل، ما شاء الله، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم زدها وبارك لها وارزقنا وارزق المؤمنين كلهم العودة إليك يا ربي يا كريم. إذا تقول مخالفة مرورية بسيطة فيوقفها الشرطي غاضب وهي بالحجاب، ففورا أن رأها بالحجاب كأنه يعني استعرى ضدها وقالها هذه مخالفة وكذا، وهي بتعتذر وهي بتتعامل برقي المؤمن، فبتقول جرها إلى المركز حتى يجروا لها المخالفة. سبحان الله تقول لي في أثناء الطريق، يعني الشرطي قال لها تبعيني، تقول أنا يعني متجهة مع الشرطي ولدي إلى المركز، وأنا أقول يا ربي يعني لا تخذلني، أنا يعني أزرع في ولدي. المستغفر العائد إلى الله، الله معه. وتقول كنت أتذكر أنه من صلى الفجر في جماعة فهو في معية الله. فتقول سبحان الله، يعني أنا تأثرت جدا بالقصة. لاحظوا لما صاحب القصة يرويها، بيرويها بمشاعرها، بينقلها بأحاسيسها، بينقلها. ولما بينقلها لك، إذا كنت أنت متعود تستمع للناس، أنا يعني الحمد لله بفضل الله يعني من 2012 وأنا بستمع للناس، يعني في شوية خبرة أنك بتقول هذا إن شاء الله فيه الخير. فسبحان الله وأنا بسمعها وهي تسرد قصتها صوتا لي، أنا وكأن شيئا هزني من الداخل. فتقول لي دخلنا وأنا كان يختلج بقلبي وصدري، وأنا أقول يا إلهي لا تخذلني، يعني لا أريد أنه يرى ولدي أنه من هو في معية الله يعني يحدث له أي مكروه. وتقول هي ولديها صلى، يعني صلى الفجر، وصلوا الفجر جماعة وصلوه في المسجد، وهي قامت الليل وآخذ سورة البقرة مستغفرة. فتقول كنت أرجو ربي داخليا، أكلم ربي في قلبي، أقول له يا ربي لا تخذلني. فتقول دخلنا للمركز وبدأ الشرطي في جهاز بيشتغل عليه حتى يطلع لها المخالفة حسب البنود حسب القانون حسب كذا. فتقول بيحاول مع الجهاز، الجهاز لا يتحرك، هذا جهاز، هذا متابعينا الكرام جهاز آلة لا تشعر، من المفروض أنها لا تشعر، من المفروض أنها ليس لديها إحساس، من المفروض أنها جماد، وهكذا قيل لنا. ما نعرفه أنا من قناعاتي أن الجماد حي، ما من شيء إلا يسبح بحمده، فتحت هذه القاعدة. فتقول الشرطي كاد يجن، بيحاول ولازم الأمر يكون بهذه الطريقة، لأنه هناك يعني ورقة بتطلع فيها المخالفة وفيها المبلغ الذي ستدفعه وفيها كل ذلك. فتقول الجهاز لا يعمل، الجهاز تعطل. وتقول الشرطي مصر يعيد الكرة يعني مرارا والجهاز لا يتحرك. متابعينا الكرام ابقوا معي لأني سأروي قصة أخرى لهذه الأخت. القصة الأولى هذه التي رويتها الآن، وتقول خرجنا من المركز وهي تقول لي ولديها رأيتما من صلى الفجر في جماعة فهو في معية الله، ومن كان في معية الله من المفروض هو في حماية الله، هو في رعاية الله، عين الله ترعاه، ويعني لا يبطش به أحدا بإذن الله. فالقصة القادمة، من المفروض أنه يعني إذا لم تحيي قلبا فأنا لا يمكن، يعني لا أجرؤ أن أقول هذا القلب ميت، ولكن أقول إذا كانت قلوبنا فيها شيء من الحياة، الحياة اللي هي
الحياة التي هي فيها الله. أنا لا أتكلم عن حياة دنيوية ذاهبة إلى الدنيا وساعية إلى الدنيا ولا تريد إلا الدنيا. أنا أتكلم عن حياة يملأها الله وقلب يملأه الله عندما يسمع هكذا قصة، يعني يقسم ويجزم هذا المستغفر التائب العائد لله أنه مستحيل أن يبطش به أحد. فتروي لي أختي فيما روت تقول لي كنا في مكان خالي تماما أنا ولدي على أساس نزهة. تقول توغلنا كثيرا وإذا بالأرض متحركة وحلة، هذه الأرض تشفط ابني يعني تريد أن تبلعه أحد أبنائها. تقول وأنا أصرخ والمكان خالي تماما، يعني أرض جرداء خالية تماما ولا أحد هناك غيرها، هي وطفليها وأحد أولادها يعني كبار شوية. فأحدهما أخذت الأرض يعني تشفطه يعني تبلعه، تريد بلعه تريد أخذه، الأرض تشده للأسفل والأرض الوحلة هذه كل ما تحرك كل ما علق أكثر. فتقول هذه أم، تقول يعني صراخ وألتفت يمينا شمالا، المكان واسع جدا لا يكاد يعني يظهر منه آخره. فتقول فجأة نظرت إلى طفلي وأنا أصرخ، ثم نظرت إلى الأفق فإذا برجل يظهر من حيث ظهر، الله أعلم من أين ظهر. تقول رجل يعني جاء نحوي وجاء سريعا، لا أدري كيف جاء كيف أصبح أمامي. تقول شد ابني وطلعوا من المكان. وتقول هي صرت أقول له أفتح الحقيبة وأقول له خذ المال أنا سأعطيك مالا. فتقول ضمت طفلها وانشغلت بطفلها شوية ثم فتحت حقيبتها ثانية لتعطيه المال. تقول لم يعد ذاك الرجل موجودا، اختفى. تقول في مكان يعني لا يمكن لهذا الكائن أن يطير أو تبلعه الأرض أو كيف اختفى، أين ذهب؟ يعني كم من الخطوات يلزمه حتى يختفي عن ناظري هذه الأخت. هذه القصة يا إخواني أنا أثرت فيه بشكل عجيب، وأنا سمعتها من صاحبتها ولمست صدقا كبيرا في الأخت هذه، ولها القصص كثيرة يعني وكرامات عديدة. إن شاء الله في الأيام القادمة كما وعدتني إن شاء الله ستروي لنا قصص أخرى، قصص يعني تجعلنا يعني نثق بأننا على حق. لا نقول نثق بالله لأنه هذا عيب، ولكن نثق في أنفسنا أننا بإذن الله وفضل الله أن الله جرنا وإن شاء الله جرنا إليه وأننا إن شاء الله على حق. هذه قصة أختنا تعيش في كندا، روت لي هذه القصة وهاتين القصتين اللي حصلتا معها هي وولديها، ولديها من القصص الكثير بعد لزومها الاستغفار وأخذها لسورة البقرة. وإن شاء الله ربما نتشجع بهذه القصص لنروي نحن كذلك ما حصل معنا من أمور كنا نعتقد أنها لا تحصل في زماننا هذا. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي أم رفيدة، جزاك الله خير. لكنك نسيتي تقولي عن نفسك، عندما يوما ما في رمضان الماضي وقف شيء من أمامك وأنت تصلين، شيء من نور وأنت بين يدي الله، وبقي واقفا ثم ترك. الحمد لله رب العالمين. لطالما تكلمنا عن الأنوار التي يعني تتلألأ من كتاب الله، لطالما تكلمت عن هذا الموضوع والإخوة كتبوا. نعم، إن الله يعني سبحان الله لابد أن يجعل لك كرامة تثبتك على الدين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني الله جل في علاه سيريك شيء ما، سيكون بينك وبين الله سر استجابة الدعاء، أمور تسأل الله فيها وتراها. يعني يا جماعة والموضوع أكبر بكثير من إني أنا مديون أو إني مهموم، وهذا السبب الذي يأتي بك ليعلمك الله. الله يريد أن يعلم جيل جديد بدأ الإسلام غريب وسيعود غريب. الله يريد أن يعلمنا أنه قريب يعطي، والأمور مش هيك يعني خلص تيسرت أعمالي وتغص تيسر شغلي خلص نسيت الاستغفار، أنا بستغفر والمال يأتي. الموضوع مش مال، الموضوع مش زواج، الموضوع مش ولد، الموضوع معرفة الله. كيف يعني إذا كان أبا الدحداح رضوان الله عليه عندما قال رسول الله من يشتري هذه النخلة في نخلة في الجنة، فقال يا رسول الله أبو الدحداح يا رسول الله إني لي بستان فيه 600 نخلة وفيه بيتي وبئر، وأنا أشتري هذه النخلة عشان يقوم جدار، كان في جدار يعني نخلة تعترضه. المهم فأبا الدحداح شرى يعني 600 نخلة في نخلة، وأين النخلة سيأخذها في الجنة؟ والرسول عليه السلام لم يمكن له بعد، لا زال طريد، لا زال يطارد فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم كفار قريش لا زالوا يعني يطاردوا. ماذا عرف عن ربه حتى يبدل 600 بستان 600 نخلة في نخلة في الجنة؟ والأجمل من هيك عندما عاد إلى زوجته قال يا أم الدحداح أترك البيت قد بعته لله في نخلة في الجنة. سبحان الله ماذا قالت له؟ شو بتعمل؟ قالت له ربح البيع أبا الدحداح. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عرق رداح لأبي الدحداح في الجنة. لازم تتعامل في هذا الشعور، لازم تتعامل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه. كل عمل تعمله أغلب الأعمال هي من باب الفريضة، لأن أمرك الله ونهاك، ولا وكل التطوعات هذه ولا يعني ما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه، في الصلاة والصيام والحج والزكاة، وما أمرك أن تطيع والديك وأن تبر والديك وأن تنتهي عن الربا وأن تستر عورتك وأن تلبس اللباس الشرعي وكل هذا وأن تنتهي عن الغيبة. هاي فرائض، هاي مش نوافل، هاي فرائض. إذا غابت عن المسلمين الفرائض، بقول لك الفرائض كل الأوامر التي أمرها الله على لنا، وأن لا نشرك بالله وكل ولا نأتي السحر، وهي كلها فرائض، وأن لا نحسد ولا كل هذا فرائض، هي مش نوافل، وأن لا تغش هي فرائض. نعم، وأن تأمر بالمعروف هي فرائض، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ليشكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه تدعون فلا يستجيب، هي فرائض، أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. فهمت وين الفرائض؟ عشان الله يدافع عنك، عشان تصبح ولي، عشان يصير عندك كرامات، لازم تراقب الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أنا بستغفر 30,000 هاي نوافل، أنا بقرأ سورة البقرة وبقرأ القرآن كل يوم هاي نوافل، أنا بتصدق هاي نوافل، مش الزكاة، الزكاة فريضة. أنا بزور المرضى في المستشفيات وبتفقد الناس من حولي وهكذا، هذه نوافل. لا يزال عبدي يتقرب بالنوافل، صلاة بجوف الليل، صيام اثنين وخميس، صيام عاشوراء، صيام الأيام البيض، صيام التطوع، نعم صدقات من هنا تخفيها، هذه لا يزال عبدي يتقرب إليها، هي نوافل حتى أحبه فإن أحببته بدأت الكرامات تصل. مش بدأ لفلوس يصل الكرامات، ولفلوس والحياة الطيبة وكل شيء، وأنت في معية الله، وأنت ولي من أولياء الله، من تقترب منك أكبه الله في النار، قسمه الله. نعم هذا حقيقة. يعني سبحان الله، يوم
يعني الإنسان قبل ما أفتح القناة، قبل ما أفتح قناتي هذه، كنت أجلس مع كتاب الله. طبعا سورة البقرة كنت أقرأها، يعني صراحة يمكن كنت أقرأها مرة في ذاك اليوم، في ذاك الوقت، يعني كنت صرت مارر 4 مرات والثلاث مرات، كنت لربما صرت قارئ سورة البقرة أكثر من 1200 مرة فيه يعني. ووصلنا للحال إني أنا عمال أقرأ سورة البقرة، وعشان هيك أنا بقول من المصحف وبصوت، وخلي المصحف بيدك لأنه فيه أنوار، وفي شيء كان يعني أريد أن أعرف، ما فيهش فتاوى، فيهش شيء، هذا حق ولا باطل؟ فحتى إني أردت أن أكلمكم بهذا الكلام، والله الذي لا إله إلا هو رب سواه، يعني أكلم ولا لا أكلم؟ عندما سمعت القصة تبعت الكرامات عشان أبين أنه في كرامات، وإذا المصحف والله يتلألأ، يعني هو مش يعني وكأنه يتلألأ بشيء أنت بتعرفه بصفحة المس، يعني وكأن الله يعني يا رب أتكلم ولا لا، فكأنه العالمين عم تكلم. عشان أشجعك، عشان نعرف ان الله قريب مجيب، في كرامات يعطي الله، لكن كيف يعطي الله؟ يسلب على المحل اذا انت اشركت بالله المحل مباشرة، اذا نسبت فضل الله عليك لغير الله يسلب النعمة. والعقاب على قدر العطاء، يعني اذا الله فتح عليك و لم تتأدب يسلب الله منك كل شيء. لا يحب الله أحد. في ولئن أشركت ليحبطن عملك. المهم هنا يعني كنت أجلس مع كتاب الله تقريبا أكثر من 10-12 ساعة في اليوم. أنا بشتغل في محل عندي، سكرنا المحل، شفتوا الدرس اللي فات، وأجلس يعني حتى يأتي زبون وهكذا. فيوما ما هيك أردت علامة من الله، مش عارف شو الجواب، وإذا المصحف يبرق، هاي أول علامة عشان أتأكد، مش يعني صدفي طبعا، أنا ما بتكلم، أنا بعقلي يعني يا رب هكذا. وإذا يعني إذا كان الكلام صحيح يعني العلامة لإلي، خلي المصحف بالناحيتين على الورقتين، وإذا الورقتين بيبرقوا. وكان هذا اليوم بعده كنت مسافر إلى المصر، مصر الحبيب محمد، أصلي، فأخذتني غفوة في الباص، ورأيت المصحف يتلألأ، رأيت رؤيا المصحف يتلألأ، رجعت من يومها وكان يتلألأ يتلألأ حتى وصل الأمر أنه يصل إلى يدي. فقلت يا رب إذا هذا يعني من عندك بدي أنا أستشعر الأمر أنه، فجاء الاستشعار وكأنه يعني كأنه قرص وراء يدي كلها كالبرق، وطبعا الأشياء تتغير، وكان والله كأنها 3 نقاط من نور تمشي في كل ورقة مصحف، يعني كلما قلبت الصفحة يعني تنزل نقاط صغيرة جدا أنا أراها في عيني. في بعض الأحيان بتصل لدرجة الشك، هذا يعني حقيقي اللي أنا أراه ولا لا؟ فالله بيعطيك علامة أكبر. فلما كنت أرى هذه الأمور قلت يا رب بدي علامة، وكانوا إذا كانوا حقيقة خليني أستشعر، بدي لا أريد أن أنظر، أستشعر إنه في شيء. نعم، ما يأتي الشيء هذا يوما ما، يعني حتى إني كنت مرات أنظر إلى يدي يعني شوف نقطة نور يعني هكذا، وأقول يا رب كان هذا من عندك بدي بالمقابل بالضبط نفس المكان، أرى نفس المكان يتلألأ، نفس الموضوع نفس الشيء، ثم أطلب كمان وكمان وكمان وكمان. لكن الله لا يترك شيء يشغلك عنه، يغير الله، فهمت؟ الله بيعطيك الكرامة، وإذا أنت تتعلق في الكرامة يزيلها، عشان الله يريدك أن تتعلق فيه. ولكن هاي من باب يعني من كثر الأمور لما بتظهر معك بصير تشك، هذا إلي ولا مش إلي، يعني هذا حقيقة ولا مش حقيقة، إنه وصل للأمر والله يعني تتعجب تسأل الله يعني. وإذا العلامة تأتيك مباشرة والله مباشرة، فالموضوع كبير جدا أن تكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونسأل الله الثبات.
نسأل الله الثبات، لا نزكي أنفسنا، لا والله، ولا نقول إلا كما قال عمر: لو أن منادي نادى من السماء يا أهل الأرض ادخلوا الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر، وهكذا عليك أن تظن إنك أنت الذي لن تدخل الجنة. رغم كل عبادتك، رغم كل قربك، لازم تبقى مراقب لله، نتعامل مع الله في تعظيمه جل في علاه، نتعامل مع الله في حسن التوكل. هو حسن التوكل يأتي في مرحلة يلبسك الله هذا الثوب، لأن الله ما خذلك ولم يخذلك، وما كان في موقف خذلك فيه. يعني أنا إذا أتكلم عن الاستغفار بتكفيني هذه الآية، أعيشها حقيقة، أخلى الذنوب وأعيش هذه الحقيقة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بتكفيني هاي الآية في كتاب الله. إذا أنا لزمت الاستغفار تكفي، ما بديش شرح زايد ولا بحاجة. أنت أي مشكلة بتواجهك الزم الاستغفار إن شاء الله، شو ما تكون، أي إشي مضايقك، أولادك، زوجتك، الرئيس، الوزير، الحرب، ما كان الله معذبهم ويستغفرون. لكن مشوار الاستغفار حتى يطبع الله على قلوبنا إننا نحن من المستغفرين، خلص يعني ما بمضي علي، يعني لربما يعني دقائق المسبح مش بيجي، مش عمال استغفر، ببدأ أبحث عنها. ليش؟ لأنه هي من باب التذكير مش من باب التقديس. فمعرفة الله هي فوق كل شيء. صحابة رسول الله عرفوا الله. نحن نعرف أوامر الله، نعرف نصلي، نعرف نصوم، شيخ كيف 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 بدأ توضى، وكيف هل هذا الشيء نقض الوضوء، وكيف عمل كذا، ومناسك الحج، وكيف عمل الحج، وكيف الأضحية، وكيف أوامر الله. لكن كيف تعرف الله؟ طبعا بدك تطبق هذه الأوامر حتى تعرف الله. لكن الهدف هو معرفة الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التوحيد، علقهم بالله، حتى أبو الدحداح باع بيته، سيدنا أبو بكر كل ماله قالوا: لمن تركت أولادك يا رسول الله، يا أبو بكر، عندما أنفق كل ماله؟ قال لله ولرسوله. وعندما قال سيدنا عمر، يعني سيدنا عمر عندما جاء قال له: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من مالي وولدي. قال له: ونفسك؟ قال له: ليس بعد. قال له: ليس بعد يا عمر، حتى أصبح أحب إليك من مالك وولدك ونفسك التي بين جنبك. فذهب عمر ورجع، ثم قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من مالي وولدي ونفسي التي بين جنبي. هذا هو الإيمان، أن تحب الله، تحب رسول الله، تمتثل لأوامر الله. المحب للمحب مطيع، ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. احنا مش معاملين الحلال ما طالته أيدينا، والحلال والحرام ما لم تطله أيدينا، فإن طالته أيدينا أصبح حلال. ما بنفع هيك أخي الكريم، هذا كله تدفع ثمنه. عشان تصل للكرامي بدك مأكلك حلال، مشربك حلال، جسدك يعني طائع لله، مراقب لله، حافظ لحدود الله، لا تتعدى حدود الله، لا تسب، لا تؤذي خلق الله، مرآة لدين الله، على خلق حسن، نعم، ثقة في الله، لأنه الله من قلة ذنوبك صار عندك ثقة في الله، ما خذلك الله، لكثرة أعمالك وتقربك لله صار في عندك ثقة في الله. أما إني أجي هيك مخرب الدنيا وثقة في الله، إلا إذا إني تبت خلصت وأنا مقبل على الله، نعم، أبشر أخي الكريم. لكنك أنت فقط ماسك مسبح وبتقول يعني أستغفر الله، بعدك على نفس النمط اللي عايشه، بتغيب ونميم وسب وتدخين وكل هاي الإباحية ماشي، ولك أستغفر الله، ما بنفع، ومش حلال مش حرام، ستسجل لك الملائكة. لكن عليك جبال كجبال تهامة من الذنوب لازم تهدمها. حياكم الله أخوتي الكرام، بارك الله فيكم.
بالكثرة العبادة ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، والإنسان لن لا أعطينه ولا استعادن لا أعيدنه. بهذا الحديث كل عمل تعمل وخلي لوجه الله، يصلي في الليل، اذكر الله، استغفر، اقرأ قرآن، خليه كل يوم، وسيعطيك الله كرامات يعني إن شاء الله. بس التحفيز هذا من باب التحفيز، والحمد لله رب العالمين. الله يفتح عليكم، وعندما تصبح تؤثر بمن حولك اعلم انها كرامة، مش شطارة، انها كرامة من عند الله، ليس لي من الامر شيء. فانت كرامي ان الله فتح عليك، انك انت يجعل الله لك القبول، فتتكلم فتسمع، فعندما تسمع ترى اين المسبحة، مباشرة يذهب ليشتري مسبحة. ليش؟ يعني اساس يذكر نفسه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، صدق، آمن، جعل الله لك القبول. لكن عندما لا تعمل أي شيء بالاستغفار وتقول استغفروا استغفروا، ما أثرت فيهم، لا يستغفروا وينسوا الموضوع. لكن عندما تؤثر بهم بفضل الله، لأنك عشت الاستغفار، قطفت ثمر الاستغفار، بلغت آية الاستغفار، يذهب مباشرة ويلزم الاستغفار ويحصد ما حصدت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص لا تنتهي، كرامات، نعم، للأولياء.